الله الرحمن الرحيم. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. أنا الملازم أول عبد الله الحسن من مرتبات الفرقة الرابعة الكتيبة 84 مشاة. أعلن انشقاقي عن الجيش الأسدي الخائن قاتل الأطفال بسبب المجازر التي ترتكب بحق المتظاهرين العزل والمدنيين. ونعلن أنا ومجموعة من المدنيين والعسكريين عن تشكيل كتيبة الخليج العربي التابع للجيش السوري الحر، ونعلن انضمامها للواء شهداء ريف حماه تحت قيادة العقيد رسلان العذاب قائد اللواء للاندفاع عن أعراضنا من هذه العصابة الأسدية، وسنحررها بإذن الله لسوريا الأبية. عاشت سوريا حرة أبية. الله أكبر، 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 الله أكبر.